صباح الخير عليك يا بسام، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. النهارده اليوم العالمي للاذاعه، كل عام وكل الاذاعيين في العالم كله بالف خير، وكل المذيعين في الاذاعه المصريه طيبين وبالف خير. طبعا اعلام كتير للاذاعه المصريه، اساتذتنا وزملائنا في الاذاعه المصريه كل عام وكلهم بالف خير. ليه تم تحديد هذا اليوم؟ عشان يكون اليوم العالمي للاذاعه. اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اعتمدت هذا اليوم 13 من فبراير عشان يكون يوم عالمي للإذاعة من كل عام، بدأناه من عام 2011. ليه تم اختيار هذا اليوم؟ لأنه هذا اليوم هو اليوم الذي بدأ فيه أول بث إذاعة للأمم أو بث إذاعي للأمم المتحدة في عام 46. طبعا مش بتكلم عن الإذاعة بشكل عام في العالم، بدأت عام 1920، لكن ده أول بث إذاعي للأمم المتحدة عام 46. جت فكرة الاحتفال بهذا اليوم من قبل الأكاديمية الأسبانية للإذاعة، قدمت هذا الكلام بشكل رسمي من قبل الوفد الدائم لأسبانيا لدى اليونسكو في الدورة 187 للمجلس التنفيذي، وده كان في شهر سبتمبر من عام 2011. طيب إيه الهدف من وراء هذا الاحتفال بهذا اليوم؟ هو زيادة الوعي بين العامة والمستمعين والمواطنين عن أهمية دور الإذاعة في حياتنا. الإذاعة الحقيقة استطاعت منذ البث الأول ليها، بنتكلم في 100 سنة دلوقتي، إنها تكون مصدر معلومات، ومصدر معلومات قوي كمان لتعبئة التغيير الاجتماعي ونقطة مركزية لحياة المجتمع كله، وكانت من بين وسائل الإعلام اللي بتصل إلى الجمهور على أوسع نطاق في العالم في عصر طبعا التقنيات الحديثة. لا تزال هذه المنصة اللي هي الإذاعة طبعا أداة اتصال قوية ووسيلة إعلام أقل تكلفة. شعار الاحتفال بهذا العام، كل عام بيكون فيه شعار للاحتفال، شعار الاحتفال بهذا العام هو الإذاعة والثقة، وده لأنه في دراسات كتيرة اتعملت خلال الفترة اللي فاتت في بداية أزمة كورونا عن تراجع عالمي في الثقة في الإنترنت والشبكات الاجتماعية، لأنها يعني كانت فيها بعض الأخبار المغلوطة، لكن كان في ثقة كبيرة جدا في الإذاعة كوسيلة للحصول على الأخبار والمعلومات. وما زال الكثير من المواطنين في العالم كله بيثقوا في الراديو في الإذاعة أكثر من أي وسيلة إعلامية أخرى. بالمناسبة دي السيدة أودري أزولاي المدير العام لليونسكو قالت: لا عجب في أن نقصد المذياع أكثر من أي وسيلة إعلامية أخرى إذا أردنا الاطلاع على الأخبار والمستجدات. نيجي بقى للإذاعة المصرية اللي خلاص كلها يعني تقريبا 31 مايو تحديدا هنحتفل بمرور 88 عام على بدء أول بث إذاعي لينا. طبعا إحنا عندنا بقى يعني ذكريات كتيرة مع الإذاعة يا بسنت، يعني نوستالجيا، وعندنا تفاصيل كتيرة قوي كونت وجداننا وما زالت عالقة في أذهاننا جميعا. ده حقيقي، لما كان اليوم بيبدأ بصوت أم كلثوم في الإذاعة وهي بتقول يا صباح الخير يا اللي معانا. زمان ما كانش فيه تسلية غير الإذاعة، لقب نجم محدش كان بيحصل عليه غير لما يمر على بوابة الإذاعة زي فاتن حمامة، محمود ياسين، سعاد حسني، عمر الشريف وغيرهم وغيرهم. وطبعا احنا بنتكلم عن تاريخ الإذاعة من سنة 1934، يعني هتلاقي أجيال كتيرة قوي اتعلقت ببرامج ومسلسلات الإذاعة المختلفة. كل جيل عنده ذكريات لبرامج معينة، لأشهرها طبعا برنامج على الناصية، برنامج كلمتين وبس للفنان فؤاد المهندس، برنامج إلى ربات البيوت، أشهر برامج المرأة في الإذاعة، وبرنامج غنوة وحدوتة، وده كان واحد من أشهر برامج الأطفال. أجمل ما في الإذاعة بقى إنها كانت بتعمل طقوس ثابتة عند كل المصريين، زي مثلا الحفلات الشهرية لأم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الوهاب وعبد الحليم اللي كان بينتظرها المصريين بشغف من الشهر للشهر. كمان ارتبط الناس زمان بمسلسل الساعة 5 اللي بتذاع على إذاعة البرنامج العام، وبعده مسلسل الشرق الأوسط الساعة 6. كان في ارتباط جميل بالإذاعة، وكان المذيعين ليهم كده يعني الناس مرتبطين بيهم قوي وعارفين أساميهم: أبلة فضيلة، ماما سميحة، وفهمي عمر، وهمة مصطفى، وليلى رستم، ودكتورة هجر سعد الدين طبعا، وبرنامجها براعم الإيمان في إذاعة القرآن الكريم. أسماء كتيرة كلنا ارتبطنا بيهم، وكانوا الشباك اللي بنشوف بيه العالم من خلال صوتهم المميز. لحد النهاردة الإذاعة ليها مكانة مهمة وكبيرة، وبتتطور أكتر وأكتر بشكل يواكب العصر. وكل سنة كل الإذاعيين بألف خير وبصحة. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.